السلام عليكم. فقط هذا عبارة عن خبر عاجل وإن شاء الله مفرح للجالية وكذلك للمغتربين والمهاجرين الغير شرعيين والذين ليس لديهم وثائق. فولاية كاليفورنيا قررت تقديم مساعدات مالية قيمتها 500 دولار أمريكي لكل المهاجرين الغير الشرعيين، وسوف أضع الرابط هنا في صندوق الوصف، وإذا لدي معلومات أخرى سوف أعمل عليها فيديو، فمن فضلكم حاولوا بقدر المستطاع أن تشاركوا هذا الفيديو و يعني تقدم معلومات لمساعدة إخواننا الغير شرعيين المقيمين في ولاية كاليفورنيا، وإن شاء الله هذه الفكرة تعم الولايات الأخرى حتى يعني يساعدوا المهاجرين الغير شرعيين، لأنهم لم يتحصلوا على الشيكات ولا يمكن لهم الحصول على منحة البطالة، لأن شروط هذه الشيكات ومنحة البطالة هي على كل حال يعني الإقامة ودفع الضرائب والملف. فخلاصة القول إن شاء الله فيها خير، وربي يوفقهم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.